الفنان اياد، عم نشوفك اليوم عم تعلن عن ممكن مجموعه اشياء جديده، نحكي شوي عن مشاريعك المقبله. اكيد. انا حاليا صورت كليب اغنيه يلا نعيش من 4 ايام، رح يتم العرض ان شاء الله ورا شهر رمضان. رح يشوفوا اياد بالستيل الجديد غنائيا وتمثيليا، خصوصا بالكليب. الكليب فيه كتير اشياء مهضومه وشباب كتير وصيفي، كله الوان وفرح. يعني هالمره هيدا الرساله بدي اوصلها، رساله فرح. الانسان يفرح بكل شيء عم يعمله، وانا هيدا هدفي بالحياه. حاليا عندك انت 6 اغنيات، ومع هيك يمكن بعمر صغير وشاركت بكتير اشياء والجوائز. بنعرف تحضيراتك مهرجانات، في عندك اشياء قريبه وجديده؟ انا ان شاء الله الشهر الجاي رح اكون موجود بمهرجان شبيب بالاردن، يعني من اهم المسارح اللي وقف عليها العمالقه. قدمت 6 اغنيات مثل ما قلتوا. اغنيه البنت العربيه عملت لي نجاح كتير حلو بالعالم العربي. ان شاء الله يا رب رح نقدم الاحلى والاحلى بعدين. لاي درجه بتشوف انه مشاركتك ممكن بالمهرجانات بتدعم هيدا الشيء، خاصه بالحضور الجماهيري؟ ولاي درجه ممكن تنتقي انت اغنياتك يعني بشكل شبابي؟ انا كثير بحب المهرجانات، خصوصا المهرجانات الضخمه، ما بشوف العالم كله بتعرف عليها، منه انا بتعرف عليهم ومن هن بيعرفوني اكثر. المهرجانات كثير مهمه للفنان، خصوصا عم بشق طريقه، وانا انسان بعدني عم شق طريق جديد، وبده يغني بكل اللهجات لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن، خصوصا انه انا ما قدمت على ولا اي برنامج مواهب، طلعت مني لحالي، كان عمري 16 سنه. وان شاء الله يا رب الايام جايه وبقدم احلى والاحلى. في نيه بنعرف انه توجه للتمثيل او عم تدرس تمثيل، لاي درجه ممكن تستفيد حاليا من الغناء بهيدا الجانب؟ انا حاليا عم بدرس اخراج وتمثيل، صح، سنه ثانيه. عم أقدم أعمال كتير حلوة للجامعة، إن شاء الله يا رب أقدم أعمال حلوة كمان لكل المشاهدين بالعالم العربي. من شوية بنعرف في عندك أغنية صورة أو وجه، حابين هيك مقطع خاص لفوشيا؟ أكيد أكيد, أكيد. ورح أعطيكم تحصر من أغنيتي الجديدة يلا نعيش. شفتك أنا في الصورة، نزلت دمعة من عيني، ضلت روحي مقهورة، دونك ضاعت سنيني. شو اللي يصير لو راجع أشوفك أنا بالواقع؟ بدونك أنا ضايع ولا في شي يعنيني.